في كرة القدم يوجد من يستحقون ذكرهم حتى لو ما كتبوش التاريخ بألمهم. في عالمنا نوعين بنخلد ذكرهم، اللي كتب تاريخ أسعدنا واللي في هدوء اتسحب بدري من حياتنا. والبطل في خيالك يمكن هو اللي رسم البسمة على وشك، لكن في السر في أبطال كتير، أبطال في حياتهم هم بقصص لو اتسردت هيكونوا في منزلة الملهمين، ملايين وشهرة وسعادة. ده الجانب الظاهر في حياة اللاعبين، لكن في الظل جانب تاني، جانب فيه فرحة وحزن زي كل حياة. في 2009 مصر استضافت كأس العالم للشباب، وظهر جيل كان محطوط عليه آمال كبيرة، عفروتو وشكري وشهاب وبوجي وطلعت وصلاح سليمان وحجازي وأيمن أشرف وعلي لطفي وسعد سمير وأبو جبل. ومع افتتاح البطولة بماتش مصر أمام ترينداد وتوباجو بيظهر بطل جديد ما ظهرش في الإعلانات وقتها، هو بطلنا حسام عرفات. الله عليك يا حسام يا عرفات. بيشوط حسام ويسجل الجول التاني لمصر، وفي أول دقيقة من الوقت بدل الضايع بيشوط تاني من حدود المنطقة ويسجل الرابع. بيكمل المنتخب رحلته وبيفوز على إيطاليا ويتأهل لدور الستاشر. الصحافة كتبت والبرامج ما سكتتش، والشباب بقوا نجوم مصر كلها بتتابعهم. اللعبة كبرت قوي على لعيبة كلهم تحت 20 سنة، وانتهت المغامرة بسرعة في ماتش كوستاريكا. ورغم كده كان عندنا أمل في مستقبل كبير قدامهم، ومنهم حسام، هم اللي هيكتبوا لنا تاريخ يسعدنا بعد جيل العمالقة اللي كان موجود وقتها، على الأقل كنا فاكرين كده. ولكن القدر اختار طريقة تانية تماما تخلي لمسيرة حسام عرفات جوانب تستحق السرد. من الزمالك لبتروجيت للمحلة، مر حسام بسنوات من انخفاض المستوى وما قدرش يثبت نفسه، لحد ما راح وادي دجلة، وأخيرا رجع لمستواه، مستوى جيد مع فريق جديد، والنتيجة انضمام أول لمنتخب مصر الأول من وادي دجلة في 2014. لكن السعادة ما بتكملش، كان برا مصر بيخلص ورق وبيستعد للحظة اللي استناها 5 سنين عشان تجيله مكالمة حزينة ملخصها البقاء لله في ابنك عمر بسبب التهاب مفاجئ في عضلة القلب. لحظة كفيلة تدمر مسيرة، لكن حسام بيحط أهله ومسيرته قدام عينيه وبيرجع يقف على رجله تاني. يمكن 2015 تكون أحسن، بس للأسف ده ما حصلش، والرباط الصليبي كان مستنيه على أول السنة الجديدة. هي ناقصة؟ ده أول سؤال ممكن يجي في عقل أي شخص بيتابع القصة من بره، ولكن مع حسام لا، قام تاني ورجع يلعب. وفي 2017 كانت الدراما بتدق تاني على بابه، طفل بيصاب بالسرطان ووالده بيدور على مسؤول يساعد في علاجه اسمه عمر. وبالفعل وصل لمسؤولين وادي دجلة ولاعبيه اللي ساعدوه في دخول ابنه للمستشفى. وبين الكل كان حسام عرفات هو الأكثر تعلقا بالطفل لشهور كتير، كأن ربنا بعت له ابنه تاني لحد عنده. وفي يوم بتجمعهم مكالمة عادية جدا زي مكالمات كتير، لكن بعدها بيومين بس بيتوفى الطفل. بيدخل حسام في اكتئاب حاد من جديد وبيعزل نفسه تماما في غرفته. وأول ما قدر يخرج للحياة تاني بدأ يكتب على قميصه عمر عرفات عشان يخلد ذكرى العمرين اللي اتعلق بيهم. خلاص بقى، أصل هيحصل إيه أسوأ من اللي حصل؟ رجع حسام بطبيعته المرحة ورغبته الشديدة في الحياة والانبساط، لكن مع الأسف انتكس من جديد وأصيب بمرض نادر كان صعب تشخيصه، وغاب بسببه 1.5 سنة، لحد ما قدر طبيب يوناني جابه مدربه تاكيس جونياس يعالجه ويرجعه تاني للملاعب بعد فترة من الغياب. رجع حسام للملاعب واستمر مع وادي دجلة لسنين، لحد ما هبط الفريق للدرجة التانية سنة 2021. لاعب عنده 31 سنة وبيهبط مع فريقه درجة تانية، غالبا دي النهاية؟ لا، حسام انتقل لإنبي عشان يكمل في الدوري الممتاز، لكن ضربات الحظ ما انتهتش. في أول مباراة مع إنبي قصاد الأهلي
بيصاب بقطع في الرباط الصليبي، وعشان يتأكد غيابه تاني لشهور عن الملاعب. وبعد الغياب بيظهر للمرة التانية بقميص إنبي في نص نهائي كاس الرابطة قدام فيوتشر، خايف يمكن، قلقان شوية طبيعي، لكن دخوله مرة تانية للملعب وسط تحية وتسقيف الفريقين هو أقل مشهد يستحقه بعد كل اللي مر بيه. تجربة بالقسوة دي ممكن تنتج شخص في منتهى العمق والإغراق في المعاني السوداوية، ولكن يمكن يكون حسام قدر يعدي من كل ده بسبب بساطته الشديدة، ودي كانت رسالته ليكم بعد كل اللي مر بيه. طالما انت بتكلمني دلوقتي وانا عارف اتكلم معاك يبقى الحمد لله. ممكن ازك شوية اعرق شوية، بس طالما حوصل المكان اللي رايحه وحتبسط انا تمام. طول ما في فرصة انك ترجع ارجع، ومسيرة حسام ما انتهتش، واللي عدى بيه علمه ما يستسلمش، رجع، وطول ما هو قادر يحط رجله على الأرض هيفضل يرجع.